امرأة تدعي أنها المهدي المنتظر والسلطات الكويتية تتدخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الأعزاء. تحركت السلطات الكويتية بعد تداول مقطع فيديو لسيدة في أحد المجمعات التجارية ادعت فيه أنها المهدي المنتظر. وقالت وزارة الداخلية الكويتية في تدوينة أن السلطات تحركت بعد تداول مقطع الفيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي. المقطع الذي وثق ظهور سيدة في أحد المجمعات التجارية بحالة غير طبيعية، وأفادت الداخلية بأنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة من الجهات المعنية. وكانت وسائل إعلام كويتية قالت أن الفيديو سجل في مجمع الأفنيوز، وأن السيدة كانت تصرخ بصوت عالي وتدعي أنها المهدي المنتظر. نسأل الله العظيم أن يهدي جميع المسلمين. أعزائي المتابعين، وبكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم. دمتم بأمان الله، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.